جنبي ونتكلم بقى كلام كده مودة وكلام حلو وزي النجف من غير لا تشدد ولا تعصب ولا كاميرا قدامنا ولا أي حاجة ولا هوا ولا بتاع. بنتكلم مع بعض في بيوتنا. فهوضحها لحضراتكم باختصار يعني. اللي هي جايبة لي أزمة نفسية أنا من زمان جدا وبتعمل لي اختناق ساعات. هو أصلي إحنا عندنا جملة كده هو مكونة من فعل أمر فاعله مستتر وجوبا وبعدين مفعول به منصوب الفتحة اسمها اتق الله. بس القضية كلها اللي جايب لي أنا بقى وجع جامد قوي 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 لك هتقول لي ايه اتق الله في النقطة؟ ما انا بتق الله ابقى انا بعمل سواد وهباب واقول انا بتق الله. هي دي المشكلة، هي دي المشكلة. المشكلة ان اجمل نصيحة في الدنيا هي اتق الله. يعني ايه اتق الله؟ يعني اجعل بينك وبين عذاب ربنا وقاية. هاو انك ما تعملش حاجة تزعله. اللي انت بتعمله ده بيزعله، انت متخيل انه بيرضيه. يعني المشكلة ان احنا عايزين نتفق هو مين اللي محتاج اتق الله. ولا واحد مستغني عن اتق الله، حتى النبي، بدليل ان الله تعالى يقول له يا ايها النبي اتق الله، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقولوا قولا سديدا، يا ايها الناس اتقوا ربكم. فمفيش واحد مستغني عن اتق الله الا المنافق. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. ربنا قال فحسبه جهنم ولبئس المهاد. لكن تكلم أي واحد اتق الله فيا يقول لك أنا بتق الله فيك وفي اللي خلفوك، أنت اللي ما تعرفش ربنا. مش هنتفق كده. لازم يبقى لنا معايير موحدة. المعايير الموحدة دي زي ما قلت إحنا في أزمة. الأزمة دي لما نقول لبعض فيها اتق الله يعني شوف دورك فيها إيه. إحنا متأكدين، متأكدين تمام التأكد من ان احنا بنتصرف بهوانا وبما يمليه علينا مزاجنا، ودي لا يمكن تكون فيها تقوى ربنا. بقول لحضرتك احنا في ازمة. اللي في ازمة ده بيبقى صاحي ما بينامش، بيبقى عارف يتنازل عن حاجات كتير جدا عشان تعدي الازمة. احنا بنصطاد كلمة ولدت ونعجن فيها. مثال، وانا قلت الكلام ده في المعزه الحسنه من زمان، من 4 سنين، قلنا ايه؟ لو انت بتقول كلام زي الفل طول الحلقه، طول السنين مش الحلقه، ولا واحد يقول لك متشكرين، قول كلمه كده مش مظبوطه القيامه تقوم. طب فين الكلام الحلو اللي انا قلته مليون مره؟ راح. قومت الدنيا وقعدتوها عليا وطلعتوني بره الدين كمان علشان كلمه قد كده صغيره. ايه هو ده؟ برضه مش من الاسلام ولا من تقوى الله. احنا وطن في شده. إذا كان البني آدم الواحد في شدة وجب على الناس أن يقفوا إلى جواره، فما بالك والوطن كله في شدة. الوطن كله لما يكون في شدة لازم كل الناس تتعاون بهدوء، إزاي الدنيا تستقر، إزاي الأمور تمشي، إيه النكبات اللي عندنا. ساعات الواحد بيجي له دوخة كده لما يفكر في أقل من أسبوع 20 مليار دولار خسارة عشان شركة ولعت في السويس بتاعت البترول، واني الجنزوري ربنا يعينه السيد المحترم رئيس الوزراء بيقول زي ما قلت كلمه هقول الكلمه الثانيه، هيدونا سندات واذونات ويشتروا وبيعوا. يعني قصدي ان احنا مش لاقيين ناكل، وحالنا كرب، واقتصادنا بينهار، وبلدنا بتضيع، وفينا قمم مش فاهمه حاجه، وبنصطنع معارك، وبنعمل مشكلات، والاتجاهات مفككه، والنزعات غريبه. وانا عندي كلام صعب ان انا اقوله، وانا واثق ان هيجي اليوم لو ربنا بيحبني قبل ما اموت ان انا اقوله. بس كل وقت وله شويه، مش اذان. الاذان لكل الاوقات واحد، احنا برضو عملناه اذان مختلف. كل وقت وله اذان، لا هو اذان واحد ولكن يتكرر في كل وقت معين محدد. مش كل وقت وله اذان، يعني انا بدن الفجر بالله اكبر الله اكبر، وبدن الظهر بالله اعظم الله اعظم، وبدن العصر بالله حلو الله جميل، هي كلها الله اكبر ما عدا الفجر، الصلاة خير من النوم قبل نهاية الأذان. حي على الفلاح، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم. وبعدين اما اقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله، اعمل ايه؟ كل وقت له أذان. لا كل وقت لكل حديث، يعني لكل حدث حديث ولكل مقام مقال. يجي الوقت ان انا اقوله ان شاء الله، بس ما ينفعش اقوله دلوقتي. لو قلت دلوقتي الدنيا هتبقى فتنة اكتر. لكن احنا عندنا اوجاع وعندنا
ممكن كل الدنيا تتحل بان كل واحد يراجع نفسه ويقول انا بعمل ايه غلط، اعمل ايه الصح، وحاجات كتيره جدا. انا اللي يهمني في نعم يا فندم. نبيل وام مالك مع بعض في تليفون واحد، هناخده. يلا يا نبيل. ازيك يا استاذنا؟ سيدنا الله يسترك. كل عام وانت طيب. وحضرتك بصحه وسلامه. لو سمحت عاوزين نفرق ما بين البلاء والابتلاء. على عيني وراسي، البلاء والابتلاء. بشكرك. أيوة. بشكرك. ام مالك. اتفضلي يا ام مالك. لو سمحت انا عايز اسال حضرتك على حاجه. ها. احنا عايزين نشتري شقه مصيفيه. اشتري. والشقه المصيفيه اللي قدامنا حاليا لازم يدفع حقها كاش. واحنا معناش حقها كاش، ينفع ناخد قرض من شغل جوزي، جوزي ياخد قرض من شغله ونرجع نسدده. حاضر يا ام مالك. مين تاني معانا؟ خالد. خالد معانا. عبد الرحمن. طيب راح عبد الرحمن. الفرق بين البلاء والابتلاء؟ مفيش فرق يا نبيل، المادة اللغوية واحدة والمعنى واحد. ولا نبلونكم، يبقى ولا تبلون، كلها بلاء. البلاء والابتلاء عبارة عن إصابة بخير أو بشر، لأن ربنا قال كده ونبلوكم، يبقى بلاء بلاء، ابتلي ابتلاء. فابتلي العبد، وبلاه الله أي اختبره الله. يبقى أنا عندي ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالبلاء والابتلاء يكونوا بالخير ويكونوا بالشر. المفروض حضرتك تسألني عنه إيه الفرق بين الابتلاء وبين العذاب. لما ربنا يبتليني يعني ايه؟ لما ربنا يعذبني يعني ايه؟ او ينتقم مني يعني ايه؟ فربنا يبتليني دي فلة، لان ولا نبلونكم بشيء، يعني ثينج كده، تي اتش اي ان جي، من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. يبقى معايا مليار جنيه، اصبح الصبح الاقيهم مليار، الا ربع جنيه، الا ربع شيء، ده ابتلاء وبلاء. انما لو ربنا هيعاقبني او هيعذبني يفرمني. ربنا هيعذبني في الجنينه اللي هي كلها عنب، اصبح الصبح ما الاقيش فيها ولا عنبايه واحده، فاصبحت كالصريم. لا، قناه الشارقه. انا افتكرت القناه بحالها، طلعت من الشارقة. تفضل يا طلعت. وجمال من القاهرة. حاضر طلعت. تفضل يا طلعت. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل طلعت. تفضل يا طلعت. ازيك يا فندم؟ زي الصح. ربنا يسترك. لو سمحت يا شيخ مبروك. ها ايه؟ اسأل حضرتك سؤال بس. انا كنت في العمر 28 وانا لابس الاحرام، فحطيت عطر وكده على الاحرام. ايه اللي جه على الاحرام؟ انت اللي حطيت؟ حطيت وانت تعلم يعني تمام العلم؟ على الاحرام حطيت برفان على الاحرام. حطيت عليه برفان قبل ما تلبسه ولا بعد ما احرمت؟ لا، بعد ما لبسته. بعد ما لبسته ما كانش لازم يعمل كده، وعليك دم على طول. يلا يا حبيبي. جمال. يا جمال. ايوه يا دكتور. اتفضل يا جمال. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام يا حبيبي. ازي حضرتك يا فندم؟ ربنا يسترك. يا حضر، انا كمال الاول. الايه؟ انا كمال. اهلا يا كمال. دكتور، يعني هقول لحضرتك حاجه بس، نقطه سريعه كده. رجاء ان حضرتك تعلق عليها بالنسبه لموضوع زياره الدكتور علي جمعه للقدس. دي حاجه. الحاجة الثانية، أرجو يعني بدعي ربنا إن دايما يكتر من المستنيرين اللي زي حضرتك كده، لأن للأسف الناس المتظاهرين بالدين صوتهم بقى عالي جدا، ومش الواحد مش عارف يتعامل معاهم إزاي، ومش عارفين البلد راحة فين. لا، إن شاء الله بإذن الله كتر خيرك يا كمال، هي ريحة للخير. أما زيارة المفتي إلى القدس فهي إن شاء الله زيارة مباركة، لأنه شد الرحال إلى ما ينبغي أن تشد إليه الرحال. حتى لو خد تأشيرة، أو أنا بالذات لو جاتني تأشيرة من الجن الأزرق وأتيحت من الجن الأزرق هروح، وأنا لو شملول أحرره، لكن مش هوقف زيارة القدس لغاية لما يتحرر، وهو مش هيتحرر بالطريقة اللي احنا فيها دي ولا مليون سنة، بس ولا فيها أي مشكلة في الدنيا خالص. الراجل اللي راح خمارة ولا عصى ربنا.
وكونه مفتي هو في حاجه للمفتي حرام حلال على الجمهور العادي؟ هو النبي ما دخلش مكه باذن من الكفره؟ ما دخلش النبي في جوار المطعم ابن عدي وهو كافر؟ ما دخلش ابو بكر الصديق في جوار كافر؟ ايه الدنيا اللي جرى لها ايه؟ ما جاتش اسماء وهي كافره؟ تطبيع ايه ونيله ايه؟ لا بطبع ولا بنيل، انا رايح لبيت ربنا يبقى اروح بيت ربنا. وانا قريت الايه وابتديت بها الحلقه، ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين، احنا عايزينهم يدخلوها امنين مطمئنين واحنا اللي ندخلها خائفين، رضينا بالذل ورضينا بالهوان. احنا لازم يكون عندنا هدف استراتيجي يقول ان كل الامه الاسلاميه، لان الخطاب مش لمصر وانما لكل مكلف، ان هو يحرر المسجد الاقصى. يبقى لازم نتجمع، لازم نلغي التأشيرات، لازم نلغي اختلاف العملات، لازم يبقى لنا سوق موحدة وجيش موحد وكلمة موحدة ان شاء الله. بقى الله اعلم امتى ده ممكن يحصل، بعد ثانية اذا صدقت النية، وما يحصلش ابدا، لان وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم.